خويا الماتش على الورق كيبان سهل وديال المغرب، ولكن الا جينا نشوفوا الشوفه ديال الناس كتعرف الكره غتلقى بينين تعادت مع الكاميرون وغانا، وهادو جوج منتخبات اللي مجادين ومزيانين، واللي تخاف منه هو المغربي تيقو في ريوسومو بجد، وبالنسبه لبينين جرهم بينالتيات واش قدر تضيع، وهذا هو السيناريو اللي خايف منه اخويا. ولكن وقع هادشي كامل التوقع ديالي هو فوز المنتخب المغربي بواحد زيرو ضد المنتخب البنيني، وشكرا تحياتي خويا. يلا سير شنو كيبان لكم المنتخب اليوم غايدير امام نظير البنيني؟ ان شاء الله اليوم غادي نربحوا، الماتش صعيب ولكن نربحوا ان شاء الله باذن الله. شحال تقول انت يا النتيجه؟ حنا واحد زيرو على ربحوا، المهم عندنا نربحوا، المهم غير ربحوا ان شاء الله، اللهم يسر ولا تعسر. خويا هي مقابله صعيبه، البنيني الفريق بين على واحد المستوى يعني متوسط، ولكن هذا ما تيعنيش اننا ماشي ما غاديش نربحوهم. النتيجه ان شاء الله غتكون اما 1-0 ولا 2-0، بيت في الشوط الاول وبيت في الشوط الثاني، وندوز ان شاء الله لكارت فينال نتقابلوا مع السنغال، هي اللي بغينا ان شاء الله نتقابلوا معها. المنتخب يقدر يدير شي نتيجه ايجابيه، خصوصا حنا عندنا لعابه عندهم واحد خبره كبيره في كيلعبوا في انديه كبار، منهم زياش وحكيمي ومزراوي، يعني كنظن بانهم يقدروا يتغلبوا على البنين اللي ما عندهاش لعابه اللي ما عندهم خبره. هذا هو النتيجه. 2-0 ولا 2-1، المهم حتى البنين راه تبارك الله راه هي كتلعب، ولكن النتيجه مع الخبره يعني 2-1 باش نصفهم بجوج. شنو توقعات ديالك للمغرب اليوم؟ ان شاء الله 4-0، حيت انا لابسه توليد المنتخب، هادشي علاش كسرتي كاع صافي. كنتي تقولوا البنين صعيبه؟ لا علاش صعيبه، حتى المنتخب عندنا ولا واعر، هادشي علاش حنا نربحوا ان شاء الله. متاكده؟ انا قلت 2-0. كنتي تقولوا البنين صعيبه؟ لا ما صعيبهش، حنا صعب منها. غتشجعوا اليوم المنتخب؟ ضروري ضروري. جو سوي سيبارتي او موروك. Je suis parti au Maroc. Maroc qui gagne, Inch'Allah, 2-0. Inch'Allah, Inch'Allah, 2-0. Le المنتخب ديالنا شي نتيجه ايجابيه. شحال هادي توحشنا ما شفنا شي كوب ولا شي حاجه، بغينا نشوفوها ان شاء الله وبالتوفيق. التوقعات ديالك اليوم للمنتخب المغربي امام ناظري البنين؟ نقدر نقول لك تكون توقعات حسنه، بما ان المغرب جا هو الاول في مجموعه الموت بالنسبه لنا، وبما ان عاوتاني السميه ديال الفريق الخصم بنين، يعني غيكون كيف ما كنقولوا حنايا في الدارجه ديالنا شي حاجه اللي هي بنينه، يعني غنقدروا ان شاء الله نربحوهم، وراه انا شايق فيهم ان شاء الله غادي يربحوهم. النتيجه توقعات نقدر خي، بما انه ولفنا 1-0، 1-0 بارك علينا 3 بوان نقي الله يجعل البركه، ما فهمتي ويكون الخير ان شاء الله.